يوتيوب تيك توك لا انستغرام غادي طلعوا ابوني مزيان الله يهديكم زلزال 22 وسنة سعيدة. تحية العشاق وعشقات درجة النار. من بعد 40 يوم من العذاب كما كتعرفوا ان بداية 2022 مشات ليا شاني اليوتيوب من يعني مشات ليا بفيروس الفيديا. اللي ما تعرف فيروس الفيديا خليكم مع نص فيديو تعرفوا عليه. فيروس الفيديا رانسوموير او واناكراي يجتاح اكثر من 100 دولة حول العالم. هو نوع من الفيروسات التي تصيب الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز، تمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل وتشفر جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر. الهجوم الإلكتروني يبدأ مع وصول رسالة أو رابط من شخص مجهول يطلب تحميل الملف على أنه ملف مهم أو شخصي، وفور تحميل الملف في الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. وبالنسبة لماذا تسمى بفيروس الفيديا؟ كما كتعرفوا أن الهاكر او داك المخترق فاش كيعاقب كيصيفط لك كيخلي لك ميساج في الحاسوب تاعك، يعني كيقول لك الا بغيتي الملفات تاعك يرجعوا انا غادي تخلصني 5000 درهم، يعني قل من 72 ساعه، يعني كتفوت 72 ساعه كيقول لك خصك تخلص 10000 درهم، يعني وتصيفط عليه بيتكوين ماشي تصيفط عليه يعني فلوس ديالك. دابا نخليكم في الميساج اللي خلى. بالنسبه كما كتشوف هذا هو الميساج اللي خلى، يعني قال لك اللي بترجع الملفات والصور تاعك يعني خصك انك تخلص، يعني تخلص 980 دولار اللي تقريبا 10000 درهم مغربيه. وبالنسبه قال لك غادي ندير لك 50%، يعني الى قل من 72 ساعه يعني غادي يولي السعر 490 دولار. وبالنسبه قال لك اللي بيتاكد باللي انه غادي يعطيك شي برنامج اللي غادي يحل لك دوك المشاكل تاع دوك يعني دوك الملفات اللي مكريبتين، يعني كتصيفط لي واحد الملف يعني كيحلو لك بالمجان. وبالنسبه للفلوس غادي تصيفطهم ليه بيتكوين. كما كتشوفوا هذاك هو الميساج اللي خلى ليا. ما كتعرفوا اخوكم العاقه وسميتو على يوتيوب ارتس وداكشي، قررت انني فورماتي البيسي بواحد 30 درهم فورماتيتو. وبالنسبه للشين البلان تاعها كيفاش، يعني مشات بلا ما يوصلني اي رساله للهاتف تاعي، يعني كنت مفعل داك الخاصيه تاع شي واحد اللي بيدخل الجيميل تاعك كيصيفطوا لك يعني رساله للتليفون. بالنسبه هو دخل ليا من البيسي عندي، ومن البيسي عندي بدل الكود بدل النمره، يعني حتى الميساج اللي غادي يوصل يعني ما وصلنيش. وبالنسبة لكيفاش رجعت القناة، يعني هضرت مع صحاب تيم تاع يوتيوب، يعني هما اللي عاودت لهم شنو هو البلان وعمرت شي استمارات وشي حاجة. وتقريبا دابا 40 يوم وانا كنتواصل معاهم. الله البارح فاش رجعت الشي. وبالنسبة من بعد 40 يوم كنشكر تيم يوتيوب على التواصل تاعهم معنا. وبالنسبة اللي بغا اللي باش نوريكم الطريقة كيفاش رجعت الشين يعني خلوها لي في التعليق. وبالنسبه كيفاش مشات ليا، يعني كنت باغي نتلاشارجي واحد الفوتوشوب، كما كتعرفوا حنا ما كنشريوش لابليكاسيونات وداكشي، يعني نتشارجي هو الكراك تاعو. يعني فاش تلاشارجيت واحد ديال البي سي شارجيت واحد الفيروس، يعني باش انك انستالي باش انستالي الكراك تاع فوتوشوب ولا شي ابليكاسيون اخرى، يعني ضروري خصك تطفي ديزاكتيفي اونتي فيروس. و الحاجه الوحيده اللي دات لي الكونيكسيون هي اللي ما ديزاكتيفيتها. ومن تما فين طرا ديال البلان. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو، بارطاجيو ان شاء الله غادي يكون شي حاجه اللي هي مزيانه من القدام.